بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ميعادنا مع اول درس في السلسله بتاعتنا اللي ازاي هنقدر نغير كل جزء في السكيورتي مديول بطريقه دايناميك ونخلي اليوزر نفسه هو اللي يقدر يعملها. فاول جزء عندنا ازاي نغير اوثنتيكيشن سكيم بتاع الابلكيشن ككل بطريقه دايناميك. اولا انا عندي على مستوى الابلكيشن بتاعي اثنين اوثنتيكيشن سكيم، الابكس يوزر وكاستم جاي من جدول، تمام؟ يبقى انا المفترض عشان اخلي اليوزر يقدر يغير الكلام ده اعمل له صفحه زي دي فيها الاوثنتيكيشن الموجوده عندي، وبعدين اعمل له زرار يعمل سبميت يغير القيم دي بناء على كود انا هكتبه. طيب انا محتاج ايه؟ اول حاجه محتاج اكون عارف الجدول اللي هغير فيه، الجدول اللي هو متسجل فيه الابلكيشن او السكيورتي اتريبيوت او كل خواص الابلكيشن موجوده في جدول اسمه ايه في الابكس، تمام؟ وبعد كده لما اجي اعدل في انهي ايتم بالظبط وانهي كولم بالظبط، الحاجات دي كلها هنعرفها بالتفصيل. ولكن قبل ما نتكلم في النقطه دي لازم تكون عارف ان انت كيوزر معمول عليه الابلكيشن لازم يكون عندك صلاحيات على السكيما بتاعت ابيكس، تمام؟ عشان تقدر تعدل في الجداول بتاع الابيكس، فاما يكون عندك صلاحيات ادمن او معاك صلاحيات على الجدول اللي هتشتغل عليه. طيب ادي اول حاجه. طيب السؤال المهم، هعرف منين الاوثنتيكيشن بتاعتي او الليست اوف فاليو، وهعرف منين الجدول اللي هشتغل فيه؟ احنا هنعملها بطريقه بسيطه شويه الاول وبعدين نخش على الطريقه الصعبه. المفترض لو انتوا فاكرين ان انت عندك حاجه اسمها فيوز، ابيكس فيوز، صح؟ انا المفترض عندي ابيكس فيوز، ففي المفترض اول جدول عندي او اول فيو عندي ابيكس ابلكيشن، ده اللي بيقول كل الابلكيشن بتاعتي والصلاحيات بتاعتي كلها وكل حاجه. فمن هنا لو انت عملت سلكتاي عليه عشان تعرف الابلكيشن بتاعك، اسم الفيوز بتاعتنا كده يا جماعه، هيجيب لك الابلكيشن ومين الصلاحيات بتاعته ومين مش عارف مين. بس تعالى نجيب الابلكيشن اللي احنا هنشتغل عليه، يساوي الابلكيشن بتاعنا رقمه، تمام، 246، ده الابلكيشن بتاعنا. كل البيانات بتاعتك اللي انت عايزها موجوده هنا، الاوثنتيكيشن والسكيورتي اتريبيوت وكل حاجه، بس انا مش هعرف اعدل على الفيو. طيب هعرف منين بقى الجداول المربوطه بالفيو دي؟ سهله جدا، هنروح على الجزء بتاع السيكوال ديفلوبر، ده السيكوال ديفلوبر بتاعي يا جماعه، وادي هروح على الابكس سكيما من هنا، من اي يوزر انت مسطب عليه الابكس او موجود عليه سكيمه الابكس، تمام؟ وننزل على نروح للفيو، نروح لحد ما نروح على الفيو اللي اسمها ابيكس ابلكيشن، وبعدين نفتحها نشوف الداتا بتاعتها ونتاكد ان هي تمام. بعد كده اروح للسيكوال عشان نشوف الكود بتاعها واشوف الجداول بقى اللي هي اللي هو مستخدمها. ادي الجداول بتاعتي اللي هو مستخدمها، كمان عامل لك كومنت عشان تبقى عارف. فانا عندي جدول اللي هو الدبليو دبليو فلوز، ده دبليو دبليو في فلوز، والدبليو دبليو في فلوز اوثنتيكيشن، والكرنت ورك سبيس. انا يهمني وهعرف بقى الجدول اللي فيه الصلاحيات او فيه الحاجات اللي هتتغير من الكوب بتاع الفيو. فانا عندي الجدول ده هو المسؤول عن الكلام ده، دبليو دبليو في فلوس، ده هو اللي فيه كل السكيورتي اتريبيوت او كل بيانات الابلكيشن، تمام؟ واقدر برضو اجيب الجزء بتاع الاوثنتيكيشن بتاعتي عشان ابقى عارف انا هحط ايه في الليست اوف فاليو دي، لان انا في الليست اوف فاليو لازم اجيب له الاوثنتيكيشن بتاع الابلكيشن ده. طيب تعال نشوف بقى احنا عملنا ايه. عملت ايديت على الصفحه بتاعتي. اول حاجه لازم تكون جايب الفيو الليست فاليو بتاعتك جايبها صح، فانا جبت الاوثنتيكيشن من جدول اسمه دبليو دبليو في فلو اوثنتيكيشن اهو، اديت له الفلو اي دي اللي احنا قلنا دايما بيقصد بيه الابلكيشن اي دي ان هو نفس الاي دي بتاعي، والسكيورتي جروب اللي هي الورك سبيس اي دي عشان يجيب لي الليست اوف فاليو بتاع الابلكيشن بتاع الاوثنتيكيشن بتاع الابلكيشن ده بس، تمام؟ ما يجيبليش اوثنتيكيشن بتاع ابلكيشن تاني. يبقى ادي اول خطوه. طب تاني خطوه، انا عرفت خلاص ان انا هعدل على جدول ال WWV flows. طب انا هعدل ايه؟ انا عندي حاجه خاصه بالاوثنتيكيشن اسمها اوثنتيكيشن اي دي، تمام؟ هي دي الاوثنتيكيشن اللي بتاخد الاوثنتيكيشن بتاخد الفاليو بتاع الاوثنتيكيشن بتاع الابلكيشن، تمام؟ طب تعالوا نجرب بقى. دلوقتي الابلكيشن بتاعي الكرنت بتاعته ابيكس سكيما، فتعالى نعمل ساين اوت كده ونتاكد. ادي الابيكس يوزر، ده يوزر ابيكس يا جماعه. لو رحت للصفحه بتاعتي كده وقلت له انا عايز اعدل واخليها كاستم، خليت الكاستم وعملت سبميت، تعال نروح هنا كده ونعمل لود
تلاقي الكاستم هي اللي بقت كارنت. طب تعالى نتاكد ونعمل خروج ونعمل دخول تاني بابكس هيرفض. طب انا عندي اليوزر التاني اللي هو موجود في جدول عمل دلوقتي لوجن. لو رجعت تاني يا جماعه وبصيت هنا الاقي الكارنت بتاعي مين؟ اهو كاستم. طيب لو رجعت دلوقتي وخليتها ابكس وعملت سبميت ورحت لدي عملت لها لود، الاقي الثانيه هي اللي بقت ايه؟ الكارنت. يبقى انا دلوقتي قدرت اعدل على الاوثنتيكيشن سكيما الاساسيه بتاع الابلكيشن بطريقه دايناميك. ولكن مهم جدا ابقى عارف الليست اوف فاليو بتاعتي جايبها صح، ان انا جايب الاوثنتيكيشن بتاع الابلكيشن بتاعي بالظبط، الاوثنتيكيشن الموجوده عندي انا بس على الابلكيشن بتاعي، تمام. وبعد كده عارف الجدول اللي انا هغير فيه، تمام. لازم طبعا اكتب اسم السكيما، اسم الجدول، وبعد كده عارف العمود اللي انا هغير فيه والقيمه بتاعته تروح صح لما يكون الابلكيشن بتاعي هو نفس الابلكيشن اي دي الاساسي اللي انا شغال عليه. طبعا انت لو شغال على سكيورتي ميدول الابلكيشن كلها لازم تبصي له الابلكيشن اي دي اللي انت هتغير عليه. كده يبقى احنا وصلنا للجزء الاولاني، ازاي نغير الاوثنتيكيشن سكيما بطريقه دايناميك. وهبعت لكم الكود ده ان شاء الله في الكومنتات، ونتقابل في بقيه الفيديوهات ان شاء الله. السلام عليكم.